السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. على كتاب الصلاة والسلام، طريقة عمل الكريب بالطريقة الصينية. طبعا كل حاجة بيعملها على الفحم. بعد كده بيحط الشواية زي شواية الفراخ، وبيحط العجينة، وبعد كده بيحط اللانشون واللحمة المفرومة، وبيحطوا الجبنة المزرية والفلفل، ويبدأوا بقى ايه يقلبوها كده، ويسيبوا الجبنة تسيح، وينزلوا بالكاتشب، وبينزلوا بالمايونيز وبالكريمة، وبينزلوا بالحاجات دي. بعد كده بيفضلوا يقلبوها اما بتسيحوا الحاجات دي كلها وتندمج مع بعضها. اكلهم حلو جدا بس في الحليب. طبعا اكلات الشوارع دي بيكون طعمها حلو جدا، بس بيكون فيها كوليسترول عالي مضرة للصحة والجسم لاحتوائها على مواد دهنية عالية او دسمة، غير طبعا الاكل المعمول في البيت. ده ايه؟ ده عبارة عن رقائق لحمة او كرات لحمة بيحطوا عليها كاتشب، وده بقى ايه بيخبزوا العيش او الكريب في الصاج. الطريقة دي هتلاقيها في الارياف. طبعا ده حاجات بتستوي على الشواية، وبيحطوا عليها حاجات بطاطس وخضروات والجبن، والحاجات دي بتبقى طعمها جميل جدا وصحية. اي حاجة بتنشوي اجمل 100 مرة ما بتنقلي في الزيت. وبرضو بيشوا سمك، بيشوا فراخ، بتنجان، ده طبعا بتاع الشاورما بيشوها. هنيجي بقى لسيخ الشاورما اللي بينعمل على الفحم. ده سيخ شاورما بيلف كده على الرول، وكل شوية ما بيستوي بيتقطع، بيقطعوه بيعملوا منه سندوتشات. طبعا كل واحد متخصص في حاجة. والاكلات دي بتلاقي عليها اقبال كتير من الناس، بتحب الاكلات اللي هي الجاهزة او الاكلات الشوارع او المطاعم، بيكون ليها نكهة خاصة كده بسبب التوابل اللي بتنحط عليها. طبعا الاكلة دي الجمبري او الاستاكوزا بيسلقوه في المية وبيتبلوه. بعد كده طريقة عمل التونة بقى، بيجيبوا التونة الكبيرة وبيقطعوها، وبيجيبوا الطاسة التيفال، بيحطوا كمية زيت وفير، بعد كده بيحطوا من فوق الكمون والملح، ويبدأوا بقى ايه يقلوا التونة من جوه البرة. غير عندنا التونة بيكون قطعة واحدة، بعد كده بيقدموها في المطاعم. التونة الكبيرة دي بتبقى طعمها جميل جدا غير التونة العادية. طبعا في انواع كتيرة من السمك، كل نوع وله مذاقه. طبعا بيقلوا الحاجات دي، الطاسة التيفال بتقلي وبتعمل حاجات حلوة. سلام عليكم.